الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول سويا في المحاضرة الثامنة في مقرر فيجوال بيزك دوت نت 2008. اتكلمنا قبل كده على تطبيقات الويندوز، ويندوز ابليكيشنز، وعرفنا انها تفرق كتير جدا عن الكونسول ابليكيشنز، بحيث ان احنا عندنا هنا بيكون في عندنا شاشة بنحط فيها بعض الكنترولز، بعض الادوات اللي بنقدر منها نظهر للمستخدم شاشه شكلها يكون كويس، بحيث يبقى البرنامج متالف مع المستخدم. كنا شفنا بعض الادوات الكنترولز، شفنا البوتون، شفنا الليبل، شفنا التكست بوكس، ودي اشهر الحاجات اللي احنا بنستخدمها. عملنا برنامج جمع رقمين، وشفنا ان احنا ازاي بنقدر نتحكم في الخصائص، في البروبرتيز بتاعه الكنترولز بتاعه الادوات، وذلك عن طريق اما عن طريق اف 4 وتغيير في البروبرتيز، او عن طريق الكودز زي ما شفنا في الاكشنز او الايفنتس في الاحداث. وعرفنا ان احنا ممكن لما مثلا نحط زرار، عايزين نبدا نحط له الزرار ده اكشن، فبنبدا نقول له مثلا الكليك، لما تدوس على المستخدم عليه كليك يبدا يعمل اي عمليه من اللي احنا عايزينها. عملنا برنامج لتغيير مكان الزر عند الوقوف عليه، بحيث المستخدم لما يجي يقف على الزرار هنا يوم يتنقل في مكان جديد، يجي يقف في المكان الجديد يوم يتنقل في مكان جديد، يجي يقف هنا يقوم يرجع للوضع الاصلي. وعرفنا ازاي بنتحكم في مكان الزرار او اي كنترول عن طريق دوت ليفت، وفي كمان عندنا دوت توب عشان نتحكم في الواي بتاعته. عملنا برنامج لمحاورة المستخدم، بحيث لما بيقول له هل انت شخص مجتهد، يديله زرارين نعم ولا، لو جه يقف على نعم يبقى لا، ولا تبقى نعم، وهكذا. وعرفنا ازاي قدرنا ان احنا نتحكم في الماوس موف، لما اليوزر يقف على بالماوس على الزرار يبدا يغير الكتابه بتاعه، الزرار بتاع لا والزرار الثاني نعم، وبالمثل للزرار الثاني. عملنا برنامج لإجراء العمليات الحسابية، جمع وطرح واسم وضرب، وشفنا ان احنا بندخله رقمين، وفي عندنا اربع زراير. الاربع زراير الكتابة اللي عليهم مش كتبناها في الديزاين، مش في الاول، لا ده احنا عملنا كود اثناء التنفيذ يبدأ يحط لي التكست بتاع كل زرار. وعرفنا ان احنا سمينا الزراير بتاعتنا اسماء ذات معنى، اد بوتون، سب بوتون، ملت بوتون، ديفايد بوتون. والشاشة اللي بيطلع عليها النتائج سميناها result label، وعرفنا الاختصارات اللي بنحطها في نهاية كل control أو أداة. ومسكنا كل زرار وحطنا له event، حدث لما يدوس عليه يبدأ يجري العملية الحسابية اللي قلناها له. عملنا برنامج لتحديد طول كلمة جملة وقلب حروفها، وخدنا دالتين، دالة اسمها len، زي مثلا قلنا له قاطف عراقي يقول لي ده طوله 9 ويقلب الحروف بتاعتها. خدنا داله اسمها لين، بتجيب اللينث الطول بتاع السترنج بتاع الستيتمنت بتاع الجمله. وعرفنا داله تانية اسمها ميد، بتقدر تجيب لي من نص الجمله عدد من الحروف حسب ما انا عايز بدايه من المكان اللي انا احدده له. عملنا برنامج بعد كده لإجراء عمليات حسابية بدون أزرار، وعرفنا إن احنا استغنينا عن الأربع زراير اللي فاتوا بكومبو بوكس مربع سرد، وحطينا فيه الأحداث الأيتيمز بتاعتنا، العناصر بتاعتنا، وبدأنا عملنا لما يتغير الحاجة اللي اليوزر مختارها يبدأ يعمل لي select case، وحسب الحاجة اللي هو اختارها سواء إضافة أو طرح أو ضرب أو اسمة يبدأ يجري العملية المناسبة لهذه الاختيار. عملنا برنامج آلة حاسبة، وشفنا ازاي ان احنا بذلنا فيه مجهود كويس وطلع بشكل كويس، وشفنا ان احنا عملنا سبروتين لوحده في جنب كده يعمل العمليات كلها، وبدأنا نندهله من عدة أماكن. عملنا برنامج ساعة ميقاتية ستوب واتش، كان في زرار ستارت وستوب وريسيت، وكان بيديني هنا التايم بتاعنا، وفي عندنا بيتحكم في الدقة، وهنا بيطلع لي ليست بالحاجات الأوقات اللي هو دخل فيها أو وقف فيها ويشتغل فيها. وعرفنا ان احنا لازم يكون في عندنا
تايمر، ما دام عايزين نتحكم في الوقت يبقى لازم يكون في عندنا تايمر موجود، بحيث لما ندوس على الزرار بتاع الستارت بوتون نقول له ان التايمر 1 دوت انيبلد بيساوي ترو، لو دوسنا على الزرار ستوب بنقول له ان تايمر 1 انيبلد بيساوي فولس. وعرفنا حطينا النيوميريك اب داون اب داون كنترول ازاي، اللي هو اللي احنا حطيناه اللي هو ده. بدل المستخدم يكتب 1 2 3 لا، هنخلي ان اليوزر هو اللي يختار عن طريق كنترول نيوميريك اب داون. وشفنا ان احنا بدأنا تبعا للاختيار بتاع اليوزر بدأنا نكتب له كل كيس لوحدها ونحدد التايمر الانترفال بتاعت التايمر بتاعتنا ونحدد الكتابة اللي هتظهر في السكرين حسب ما احنا عايزين. برضو من الحاجات المهمة هي ان لما يكون في عندنا تايمر بنحط له ايفنت تايمر اندرسكور تك، يعني كل ما يعدي على انترفال ما يعدي وقت من اللي احنا محدده له يعمل ايه. فاحنا كنا حددنا مقدار الزياده اللي هيزودها في التايم حسب الاكيورسي اللي اليوزر مستخدمها. هنبدا نشوف ان شاء الله ازاي نستخدم الجداول لادخال او اخراج بيانات كثيره. يعني لو عندي بيانات كثيره وعايز ادخلها واطلعها مش معقول ان انا اقعد احط كنترول بوكسز كتير، تكست بوكسز كتير، او ان انا عايز اخرج بيانات احط ليبلز كتيره. لا، انا ممكن استخدم تيبل، استخدم جدول عشان ادخل واخرج البيانات. عايزين نعمل برنامج لاخراج الاعداد ومربعاتها المحصوره بين رقمين يدخلهما المستخدم. يعني عايزين نعمل برنامج يطلع لي جدول فيه العدد والمربع بتاعه، و بحيث الاعداد دي تكون محصوره ما بين رقمين يدخلهما المستخدم. تعال نشوف كده نعمل الكلام ده مع بعض. نقول له find new project، ويندوز ابلكيشن 4، هنقول ان ده ابلكيشن رقم 7. هنشوف مع بعض الشاشه دي هيكون فيها ايه. اول حاجه هندخل على الكومن كنترولز وهنحط تكست بوكس وليبل، هنبدا نختارهم، وعن طريق F4 هنظبط الفونت بتاعهم، نكبره شويه نخلي بولد، هنبدأ نغير في الكتابة تكست، هنخلي ده الحد الأدنى، كنا عرفنا نطين اللي جينا على اليمين عشان رايت تو ليفت. هناخد كوبي وبيست وبدل ده ما هو الحد الأدنى هنخليه الحد الأقصى، كويس. هنسمي العناصر بتاعتنا بأسماء ذات معنى، start number text box we last number text box. هنحط هنا زرار، وممكن ما نحطش زرار لو عايزين، يعني ممكن نخلي مجرد ما يدخل القيمه دي او القيمة دي يروح طبع لنا النتائج. طب النتائج دي هتكون محصورة فين؟ هتكون محصورة
تعالوا الأول نعملها في الزرار وبعدين نشوف إزاي نغير. ممكن نحطها في ليست بوكس. هنزود الفونت بتاعهم شوية. يبقى انا كده وهنسمي ده سكرين النيم بتاعه ليست، والبطن هنسميه ريزلت بطن. عايزين دلوقتي نبدأ نعمل اللي احنا عايزينه. المستخدم هيدخل هنا قيمة ويدخل هنا قيمة، فالمفروض لما يدوس على الزرار ده هيروح طابع لي في الليست بوكس، في الليست في الداتا ليست دي هيطبع لي فيها القيم بتاعت الاعداد والتربيح. يبسط جدا، هنيجي نقول له ديم اي از انتجر، وهنيجي نقول له فور اي بتساوي start button text dot text to end. نرجع نشوف الاسم بتاعها كان ايه. كان اسمها last to last number text dot text. يفضل طبعا نحط هنا فيل زي ما اتعودنا قبل كده عشان نحول الكتابة المكتوبة لفاليو، ونحول هنا برضو نجيب له دالة فيل. طيب جوه بقى التكست بوكس هنعمل جوه الفور هنعمل ايه؟ ممكن نيجي نقول له سكرين ليست dot items dot add. هنضيف ايه؟ هنضيف ال i بس نحولها ل string، ونضيف كمان معاها كتابة اللي هي اس 2 يساوي، وهنضيف كمان معاها السترنج بتاعت اي تربيع. تعالوا حضراتكم نشوف البرنامج كده مع بعض. شغل البرنامج، هنقول له عايزين مربع الاعداد من 3 لـ7. هندوس على البطن طلع لي 3 تربيع 4 تربيع 5 تربيع، لا خلي دي الى 10. طلع لهو، طبعا زود على اللي فات، فاحنا كان ممكن في الاول خالص نصفر السكرين ليست. واضح ان في عندنا هنا مشكله ان المنظر مش ظريف قوي، يعني لاحظ في الاول كان رقم 1 بعد كده بقوا رقمين بقوا 3 ممكن يبقوا 4 5 حسب ما يكون. طيب ايه الحل؟ وحتى المنظر ده مش ظريف وما نقدرش ناخد كوبي منه او من النتائج. طيب الحل ببساطه ان احنا ممكن نرجع تاني ونلغي خالص السكرين ليست دي ديليت. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ هنيجي دلوقتي حضراتكم ندخل في التول بوكس وندخل على الداتا ونختار حاجه اسمها داتا جريد فيو. داتا جريد فيو ادي داتا جريد فيو. ممكن نسيبها باسمها، اسمها اللي هو داتا جريد فيو 1 مش اي مشكله خالص، او نسميها ريزلت جريد، او نسميها ريزلت جريد فيو. انا عايز لما ادوس على بطن يطلع لي هنا جدول فيه الرقم ومربعه.
تعال نشوف حضراتكم ازاي نعمل الكلام ده. طبعا هنبدأ نعطل الكلام، نشوف مع بعض حضراتكم ازاي نستخدم الداتا جريد فيو. اول حاجة لازم ادخل الهيكل بتاع التيبل، يعني ادخل عدد الاعمدة وعدد الصفوف او على الاقل عدد الاعمدة. فنيجي نقول له داتا جريد في 1 دوت كولومز دوت اد، ضيف لي عمود وليكن العمود ده اسمه A1، والكتابة اللي هتظهر هيكون مكتوب فيها الرقم. هاخد كمان اضيف عمود تاني اسميه A2، ونخلي الكتابة بتاعته مربع الرقم. يبقى انا كده عملت راس الجدول بتاعنا وقلت له ان انا في عندي عمودين. طيب ازاي ان انا بقى هبدا اوصف دلوقتي النتائج بتاعت انها تطلع في التيبل ده؟ هنوصف متغير جديد اسمه ان، هنيجي في الفور وهنيجي نقول له ان بتساوي data grid view 1 dot rows dot add، هنضيف سطر جديد والسطر الجديد رقمه هيرجع في الان. طيب انا دلوقتي عايز اخزن في العمود في الصف الان ده، في العمود الاول والثاني اخزن في الصف الاول الاي، والصف الثاني اخزن فيه اي تربيع. سهل ان شاء الله، هنقول له data grid view 1 dot زي ما قلنا، هنقول له data grid view 1 dot rows dot item. الايتم بقى بتاع الصف اللي هون الصف اللي رقمه ان. طيب دوت سيلز، هنحط السيل اللي هي رقمها زيرو هتساوي السترينج اي. تعال نشوف مع بعض ايه معنى الكلام ده. انا دلوقتي عايز اضيف عمودين، انا دلوقتي عايز اضيف عمودين، عمود الصف فبقول له داتا جريد فيو 1 دوت روز دوت ايتمز، الايتم الرو رقم كام؟ رقم ان اللي هو بيرجحهولي في انهي سيل. انا عندي عمودين، ناخد بالنا ان هو كده شغال بنظام الزيرو، استخدام الزيرو. فاكرين لما كنا قلنا لما بنيجي نستخدم الدايمنشن ديم لمصفوفه، ممكن في ناس بتستخدم من اول الزيرو، في ناس بتستخدم من اول واحد وتنسى الزيرو، هنا يعني لا هو مستخدم الزيرو. طبعا السيل 1 ديان دوت فاليو القيمه بتاعتها. نفس الكلام هنعمله بس بقى مش للسل زيرو، للسل 1 اللي هو العمود الثاني، هيساوي السترينج بتاع الاي تربيع. كده نكون عملنا جدول. يبقى الجدول عشان نعمله في خطوات، ثلاث خطوات. اول حاجه ان احنا بنحدد الاعمده بتاعه الجدول، بنبدا نحشر عمود في الجدول، بنبدا ندخل قيم بتاع بندخل صف في الجدول، بنبدا ندخل الايتيمز العناصر بتاع الصف اللي في الجدول. تعال ننفذ الكلام ده كده. هنيجي نقول له من 4 إلى 8 بطن، راح هو مطلع لي الارقام اهي 4 16. طبعا محتاج ان احنا نظبط شويه في الداتا جريد، نوسعها شويه، وممكن كمان عشان المنظر يبقى كويس ان انا اقول له ان الداتا جريد فيو 1 دوت فيزيبل
في الاول خالص تبقى فولس. بحيث ان اول ما اشغل برنامج ما تظهرش. واجي لما يدوس على الزرار اول حاجة يعملها لي ان يخلي لي الفيزيبل بتاعتها بترو. تعال نشوف كده. هنقول له من 2 إلى 10 بطن، راح مطلع لي الرقم ومربع الرقم، كل رقم ومطلع لي المربع بتاعه قدام. واضح جدا ان الداتا جريد هنا شكلها كويس جدا. ممكن اخد اختار كذا عنصر واعمل لهم كنترول سي كنترول في في حته تانية في اكسل في اي برنامج تاني، يبقى انا كده استخدمت الداتا جريد فيو في اخراج البيانات بتاعتي بشكل كويس. عايزين نعمل برنامج لادخال عدد من الاعمده يحددها المستخدم، ويقوم المستخدم بإدخال أرقام في هذه الأعمدة، ثم يقوم البرنامج بحساب مجموع ومتوسط كل عمود على حدة وإخراج النتيجة. عايزين نعمل برنامج نديله عمودين 3 4 حسب ما احنا عايزين المستخدم ما هو عايز، وهو يعمل ايه بقى؟ يعمل عملية بسيطة جدا ان هو يحسب لنا المجموع والمتوسط بتاع كل عمود على حدة. تعالوا مع بعض نشوف هذا الكلام. نقول له find new project application 8. طبعا كان ممكن احنا نعدل في البرنامج اللي فات. نفتح اللاست بروجكت، فتحنا البرنامج القديم اللي كنا عاملينه. ممكن نروح جايين واخدين كل الكلام ده كنترول سي ونفتح بروجكت جديد اللي هو 8 ونحط فيه كنترول في. هنا مش هيبقى الحد الأدنى والحد الأقصى، هنا هيبقى عدد الأعمدة. نقلب اللغة العربي عدد الأعمدة. ونشيل الحد الأقصى. احنا عايزين هنسمي العمود ده التكست بوكس ده كولون كاونت تكست بوكس. انا عايز لما هو يغير الكتابة اللي جوه عدد الأعمدة لوحده يروح هو عامل لي اعمده. تعال نشوف مع بعض الكلام ده. طبعا كان ممكن نحط هنا بدل ده كان ممكن ينفعنا او الكاونتر، يعني ممكن نجيب الكاونتر النيوميريك اب داون ونزود الخصائص بتاعته شويه، نزود الفونت. لما يغير القيمة بتاعت الكاونتر مفروض ان هو هيعمل ايه؟ مفروض ان هو هيعمل ايه؟ تعال نشوف حضراتكم. هنيجي نقول له dim i as integer، خليها i كفاية. وهنيجي هنا نقول له for i بتساوي 1 2 numeric up down 1
هنيجي نقول له data grid v1 dot columns dot add، هنضيف عنصر هيكون اسمه ايه زائد string of i. يعني انا عايز دلوقتي هبدا اضيف عدد من الاعمده بقد رقم انت قلته لي، فيجي يضيف يقول له مثلا في اللفه الاولى ياخد اي بواحد، يقول له حط لي اي واحد ماشي، والعنوان بتاع الراس هيبقى اسمه العمود رقم، ونحط له هنا كمان الاي او string of i. يبقى احنا في الخطوة دي زودنا الأعمدة. تعالوا نشغل كده ونشوف. المفروض لغاية numeric dot value، يعني احنا هنعمل لوب من الاي بواحد الى اقصى قيمة في التيبل. تعالوا نشغل كده، واحد اثنين ثلاثة. بس نلاحظ ان هو كاتب لي العمود رقم واحد، العمود رقم واحد، العمود رقم اتنين، رقم واحد، رقم اتنين. ما شالش القديم، ما شالش القديم. طب ايه الحل؟ الحل ان انا عايز اشيل العمدان القديمه. يعني ايه ما شالش القديم؟ يعني لما شغلت كده راح مطلع لي عمود واحد، لما دوست كده بقى عنده عمودين، فراح عامل عمودين غير العمود الاولاني، سيب العمود اللي كان عامله في الاول وعمل عمودين غيرهم. طيب الحل بسيطه جدا، نحن هنيجي هنا قبل الفور دي، هنعمل فور اي بتساوي واحد تو داتا جريد فيو وان دوت كولومز دوت كاونت، هنلف بعدد العمدان اللي موجودة في الجدول، وهنيجي نقول له داتا جريد فيو وان dot columns dot dot. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نشيل العمدان القديم، فنيجي نقول له remove، يقول لي بقى العمود الهون اللي انت عايز تشيله. نفتكر ان احنا العمدان كنا مسمينها ايه ورقم العمود، يعني A1 A2 A3، فنيجي بره هنا نقول له شيل العمود A زائد السترنج بتاع الاي. يبقى هو الفكره بسيطه جدا، لما انا بغير في عدد الاعمده هو بيروح عامل لفه من واحد لغايه عدد الاعمده الحالي ويشيلهم واحد واحد، وبعدين يبعد لفه ثانيه من واحد الى عدد الاعمده اللي انا عايزه ويبدا يضيف لي الاعمده بتاعتي. طيب كلام كويس جدا، تعال نشغل كده البرنامج. هو قال انا عندي عمودين، هيبدا هنا يدخل الداتا 11 12 13 14 15 16 17 18، ارقام بسيطه. انا عايز بقى لما ادوس على الزرار ده يروح مطلع لي تحت المجموع بتاعهم والمتوسط. تعالوا حضراتكم نشوف ازاي هنعمل هذا الكلام. هنيجي في الشاشة ونروح جايين حاطين data grid view تانية، بس تكون اقصر شوية. هو طبعا هيسميها data grid view 2، مفيش اي مشكلة خالص عندنا. هنخلي ان هو طبعا مع البداية هنخلي داتا جريد فيو 1 دوت فيزيبل بتساوي فولز، ونفس القصة في الداتا جريد فيو 2.
لما اجي اغير الكاونتر بتاعنا هعمل له شرط اف نيوميريك اب داون دوت فاليو اكبر من زيرو then هنخلي الداتا جريد فيو فيزيبل else يبقى لو انا قلت له دخل اعمل لي خمس اعمده يبقى يظهر لي الداتا جريد عشان يبدا هنا يحط العمدان، لكن لو انا وصلت بقى بصفر المفروض ان هو هيخفيها لي خالص. تعال نشوف الكلام ده كده بحيث كده تبقى شغال ان شاء الله مظبوط. طيب احنا دلوقتي عايزين لما هو يحط الداتا جريد 1 يحط كمان معاه داتا جريد 2، او لما يدوس على الزرار هيعمل لي داتا جريد 2 يظهرها ويبدا يحسب فيها حسابات. تعال نشوف ازاي كان يتعمل. اول حاجه هنقول له لو انا الرقم الموجود في النيوميريك اب داون كان اكبر من زيرو اظهر لي الداتا جريد 2 فيو اللي هي الفيو الثانيه التيبل الثاني. طيب اتكلم كويس، هبدا بنفس الطريقه اللي فاتت، يعني ممكن حتى ناخدها من هنا. هبدا احط داتا جريد بس جريد 2 بقى مش 1. بحيث ان احنا هنشيل خالص الاعمده الموجوده ونحط اعمده جديده في الداتا جريد فيو 2. يعني تعالوا نشوف كده حضراتكم، انا هنا هقول له عندي عمود هبدا ادخل فيه ارقام، ادوس على بطن راح مطلع لي تحت عمود واحد برضو زي ما ده عمودين، عمود واحد. طب خليت دول عمودين، بدا ادخل ارقام اخترت هنا راح مطلع لي برضو عمودين زي العمودين اللي فوق. يبقى لنا نقطة بسيطة جدا اللي هي نقطة الحسابات ازاي هنعمل حساب المجموع بتاعنا. اول حاجة تعالوا نفترض ان احنا عايزين نعمل المجموع، يعني نشوف كده عايزين عندنا عمود واحد ودخلنا فيه شوية أرقام، دخلنا فيه شوية أرقام وعايزين نبدأ نجيب المجموع بتاعهم ونحطه هنا في العمود في الصف الأول بتاع العمود الأول. ببساطة جدا هنيجي هنا هنقول له أول حاجة عايزين نعرف، هنعرف ديم ان از انتجر، هنعرف متغير اسمه ان، وده بيساوي الداتا جريد فيو 1 ده بيساوي عدد الصفوف اللي فوق دوت روز دوت كاونت. ونلاحظ ان احنا بنطرح منها واحد، ليه بقى؟ لان في عندنا صف بيكون فاضي، يعني قلنا هنا واحد وكتبنا هنا ثلاثة، ودلوقتي عندي كام صف؟ عنده اتنين. طب كتبت له هنا واحد وهنا ثلاثة، بعد دلوقتي عندي ثلاث صفوف، أربع صفوف، يبقى في دايما سطر فاضي بيكون موجود، عشان كده قلت له إن الإن بتاعنا بناقص واحد. طيب كلام كويس جدا. هنيجي نقول له، نلاحظ بقى، هنيجي نقول له إن الداتا جريد view 2 dot rows dot عايز يبقى ان ده انخزق، يبقى انا ممكن طبعا اوصف متغير جديد، يعني ممكن اوصف اقول له dim sum
is integer. وأعمل for i من 1 إلى ال n، من 1 إلى ال n، وأبدأ أقول له sum زائد تساوي، جمع لي عليها، جمع لي عليها مين؟ ال data grid view 1 dot rows dot items. الايتم رقم كام بقى؟ اي ناقص واحد دوت سيلز زيرو دوت فاليو. نفهم مع بعض. انا دلوقتي عملت ايه؟ عرفت متغير اسمه صم، بدأت الف اخد الاي من واحد الى ان، اللي هم خمس صفوف في الداتا جريد اللي فوق، هلف خمس مرات اخد قيمه الداتا جريد 1 دوت رو دوت ايتم اي ناقص 1، لان زي ما قلنا قبل كده ان هو بيشتغل من الزيرو، بيشتغل من الزيرو، وهاخد العمود الزيرو اجمعه مع الصم. طبعا بعد ما خلصت هنا اكيد ان انا هكون وصلت الى ان انا معايا دلوقتي الصم موجود، فهقدر اقول له ان الداتا جريد 2 دوت روز دوت ايتمز ايتم بتاع الزيرو دوت سيلز اوف زيرو دوت فاليو بتساوي الصم. تعال نشوف حضرتك كده المسألة تحل مش تحل. عندي عمود واحد، ادي عندنا العمود الواحد، هنبدأ ندخل فيه أرقام 1 3 5 7. نلاحظ عندنا إن إحنا هنا عندنا فيه كام صف؟ هما خمسة بس في واحد فاضي. أنا هحاول أقف مع البرنامج وأمشي خطوة بخطوة عشان نفهم البرنامج ماشي إزاي. أنا دخلت دول، هدوس على بوتون، فجه الراجل هنا سأل النيوميريك بكام بعمود واحد، فهيبدأ الراجل يعمل داتا جريد تحت. هنقلب كل الكلام ده وندوس اف 5. اولا ارالي الان ب4 لانه خد عدد الصفوف بتاعه داتا جريد في 1 وطرح منها واحد، كويس جدا. الصم وصفها لي بزيرو، هيبدا يعدي لي عليهم. هنا بقى نشوف بقى الحته دي هيمشي ازاي. اف 11 الصم هنا بزيرو، عدى جمع معاها القيمه الاولانيه اللي هي بواحد، المرة الثانية عدى جمع معاها 3 و 1 و 3 و 4، احنا عندنا 1 3 5 7. المرة اللي بعديها جمع معاها 5 بقت 9، المرة اللي بعديها جمع معاها 7 بقت 16، خدها وحطها في الرقم اللي تحت. واضح جدا ان هو كده برنامج كويس، بس ناخد بالنا ان ده كده بيعمل الكلام ده لعمود واحد فقط. طيب لو كان عندنا عدة أعمدة هتفرق إيه؟ فرق بسيط جدا. عدد الأعمدة هو القيمة بتاعت النيوميريك أب داون فاليو. فأنا بدل الصم دي ما هي واحدة هنخليها مصفوفة. وانا هنا وصفت متغير اسمه اي متغير اسمه جيم، هاجي هنا اعمل 2 فور، فور جي بتساوي 1 2 النوميريك اللي هو عدد العمدان. يبقى انا في عندي 2 فور، في فور للعمدان وفي فور للصفوف. دي طبعا مش هتبقى صم بس، هتبقى صم اوف جي. بس صم اوف جي هيجمع برضو كل دايما العمدان اللي في العمود زيرو ولا في العمود جي ناقص واحد؟ ما هو العمود الاول هنا، العمود الاول هنا، العمود الاول هنا، العمود الاول عندنا هنا بيكون مخزنه في السيلز زيرو
والعمود التاني. طب كلام كويس جدا. طيب هنيجي هنا نقول له داتا جريد رو دوت ايتم، ايتم زيرو ماشي، سيلز زيرو برضو ولا جي ناقص واحد؟ جي ناقص واحد. تعال نشغل كده ونشوف. هنقول ان عندنا عمودين نقدر ندخل فيهم واحد تلاتة خمسة سبعة، وهنا ندخل اتنين أربعة ستة تمانية. هندوس على الزرار، طبعا اداني ايرور. هنتعالوا نشوف ايه مصدر الخطأ اللي حصل. كويس، الصم باتنين، هنبدأ نمشي معاه. الجي بواحد، ممكن نشوف هنا الصم بكام. الصم دلوقتي بواحد، كويس جدا. احنا حاطين دي الغلطة، احنا قلنا له هنا بتساوي صم، المفروض دي صم جي، لان الصم ما عادتش قيمة، الصم بتاعتنا بقت عبارة عن مصفوفة، فلازم ان احنا نديله زي ما قلنا هنا صم جي بيساوي، لازم هنا نقول له برضو صم جي. تعالوا نشغل كده نقول نشوف عندنا عمودين، نفترض ان هما واحد تلاتة خمسة سبعة، وعندنا هنا اتنين اربعة ستة تمانية. دي بوتون وان راح مجمع ومجمع. طب عايزين نجيب المتوسط، مفيش مشكلة، هنيجي هنا نقول ديم افريج، برضو مقاسه هيكون نفس المقاس بتاع الكاونتر النيوميريك اب داون، بس ده مش هنوصفه بقى، هنوصفه ديسيمال، لان احنا عشان نجيب قيمة الافريج اوف جي هيساوي الصم اوف جي مقسوما على ال ان. طيب انا عايز احطه دلوقتي في الداتا جريد اللي تحت، سهله جدا. يبقى لازم اول حاجه ان احنا نضيف عنصر تحت، نضيف عنصر تحت، وليكن هنقول له جي بتساوي داتا جريد فيو 2 دوت روز دوت اد، ضيف لي عمود جديد، صف جديد، ضيف لي صف جديد. طيب كلام كويس. هنيجي هنا بقى نقول له فور، كان ممكن نخلي دي اي، ان احنا مسمين الاي هو رقم الصف. هنقول له فور جي بتساوي واحد تو النيوميريك اب داون فاليو. هنقول له ان داتا جريد 2 كل الكلام ده هنحطه هنا، بس مش هيبقى الايتم 0، هيبقى الايتم اي، ومش هيبقى الصم، هيبقى الافرج. فاللي حصل معايا هنا ان انا عملت ايه، ان انا حسبت الصم وحسبت الافرج، وجيت هنا ضفت سطر جديد، ضفت سطر جديد، ممكن تكون دي دوت ايتمز دوت، هي دوت اد على طول ان شاء الله. يبقى انا هنا ضفت سطر جديد وبدات املى السطر جديد بقيم الافرج. تعال نشغل كده نقول له عندنا صف عمودين، ال ان بزيرو، احنا لسه مش دوسنا على الزرار، ممكن نكون غلطنا ودوسنا على الزرار. هنقول له في عندنا عمودين، هنبدأ ندخل القيم بتاعتنا واحد تلاتة خمسة،
2 4 6 وندوس على إضافة، راح نطلع لي المجموع بتاعهم والافريج. طبعا هو هنا طلع الافريج فوق والمجموع تحت. كان ممكن طبعا ببساطة جدا ان احنا نقلب الاثنين مكان بعض. الشاهد من المسألة دي ان احنا كان عندنا اثنين داتا جريد جدولين، وقدرت ان انا بسهولة جدا ان انا اضيف عناصر وادخل واحسب في الداتا جريد الثانية بدلالة العناصر اللي موجودة في الداتا جريد الأولانية. عايزين نشوف، نبدأ نعمل برامج مالتي فورم بروجرامز، برامج متعددة الشاشات، برامج متعددة الشاشات. زي ايه؟ احنا من شوية كنا عملنا برنامج اللي بيكتب الأرقام ومربعاتها. ده البرنامج اللي لسه حاسبينه من دلوقتي، برنامج بيحسب عدد من الأعمدة ويحددها المستخدم، ويكون المستخدم بإدخال أرقام في هذه الأعمدة، ثم يقوم البرنامج بحساب مجموع متوسط كل عمود على حدة وإخراج النتيجة على أن يكون كل خطوة في شاشة منفصلة. هو عايز نفس البرنامج اللي فات يكون في شاشة منفصلة. أفضل إن احنا نعمل قبليه برنامج بتاع المربعات يكون برضو في شاشات منفصلة. برنامج كنا عملناه قبل كده من شوية لو نفتكر، برنامج يطلع لي الأعداد ومربعاتها المحصورة بين رقمين يدخلهما المستخدم. تعالوا مع بعض نعمل برنامج جديد، نيو بروجكت، هنسميه أبليكيشن 9. أنا دلوقتي عايز أعمل برنامج يكون في كذا شاشة. نفتكر مع بعض البرنامج الأصلي اللي كنا عاملينه. ده البرنامج اللي كان بيديله الحد الأدنى والحد الأقصى، وندوس على زرار ويطلع لي النتيجة، بس كان بيعمل كل الكلام ده في شاشة واحدة. أنا عايز أعمل الكلام ده في شاشتين، واعمل كمان قبليهم شاشه لليوزر يدخل اليوزر نيم والباسورد، بحيث مش اي حد يستخدم البرنامج. نقول تاني، احنا عايزين نعمل برنامج ثلاث شاشات. اول شاشه ندخل فيها اليوزر نيم والباسورد، تاني شاشه يدخل الحد الادنى والحد الاقصى وفيها زرار حساب، الشاشه الثالثه فيها اظهار النتيجه فقط. طيب تعالوا حضراتكم نشوف مع بعض البرنامج ده كده بسهوله. هنعمل الشاشة الأولى، طبعا كان ممكن نجيبهم من هناك بدل ما نقعد نغير، ناخد دول مع بعض كوبي، نفتح البروجكت 9. أنا دلوقتي محتاج ثلاث شاشات، هاجي هنا على الأبليكيشن بتاعنا وأقول له كليك يمين آد نيو أيتم. عايزين نضيف ايه؟ ويندوز فورم، يبقى اسمها فورم 2، مفيش مشكلة. وهاجي تاني برضو هنا كليك يمين اد نيو ايتم، برضو ويندوز فورم اسمها فورم 3، مفيش مشكلة، هنبقى نعدل بعد كده. تعالوا كده في الفورم 2 هنحط بيست بالحاجات اللي احنا جبناها من هناك. هناخد الاثنين اللي فوق ونحطهم في الشاشة الأولى، وهنيجي هنا نغير، نخلي الكتابة بتاعتنا مختلفة، نخلي دي اسم المستخدم ونخلي دي كلمة المرور، ونخلي الزرار ده مكتوب عليه دخول. ممكن نطول عن طريق شيفت تي اللي هي الكشيدة،
بحيث يبدين كلمة دخول. طيب يبقى المستخدم يكتب هنا اسم المستخدم وكلمة المرور. في الدخول بقى طبعا ممكن نغير الأسماء، يعني هنسمي بقى النيم بتاعنا دي باسمها يوزر نيم تكست، ودي باسمها باس وورد تكست. لما يدوس دخول انا هفترض ان انا هتفق مع المستخدمين للبرنامج ان لازم يدخلهم اليوزر نيم تكست يكتبوها عطف اند. خد بالك احنا عايزين نعمل شرط، لو ان البرنامج اليوزر دخل لي اليوزر نيم تكست بعاطف والباسورد تكست بتساوي إراكي يبقى ده كده مظبوط. مبدئيا هنديله مسج نقوله لقد نجحت في الدخول للبرنامج. لو حصل بقى ان هو الشرطين ما اتحققوش هيقول له تأكد من بيانات تسجيلك. تعال نشغل البرنامج الاول كده ونشوف هيعمل ايه. دوت تكست لو واحد كتب له اي حروف واي حروف وقال له دخول قال له تأكد من بيانات تسجيلك، لا واحد كتب له عاطف فوق وكتب له تحت إراكي دخول قال لقد نجحت في الدخول للبرنامج. بس احنا مش عايزين كده، احنا عايزين انه لما يدوس على يدخل يوزر نيم والباسورد يروح لشاشة تانية اللي هي فورم 2. فورم 2 دي هناخد كوبي طبعا من الداتا جريد دي ونحطها في فورم 3. داتا جريد 2 المفروض يكون فيها الشاشتين القيم اللي قدامنا الحد الادنى والحد الاقصى وحساب. بالعربي كويس. ازاي بقى ان هو لما ينجح في الدخول هنا يوديه على الشاشه الثانيه اللي هي فورم 2؟ بسيطه جدا، هنكتب له فورم 2 دوت شو، يعني اظهر لي فورم. يبقى احنا لغينا الرساله اللي كانت بتطلع وقلت له لو اللي دخلك عاطف واراكي حمل لي الفورم 2، حمل لي الفورم 2. تعال نشوف كده، تعال نكتب له هنا عاطف وتحت إراكي ونقول له دخول. عمل ايه؟ فتح لنا الفورم 2، بس لسه الفورم 1 مفتوح ممكن اخفيها لو عايز. ازاي؟ سهله، ان انا هاجي هنا بعد فورم 2 دوت شو هقول له مي دوت هايد، يعني اخفيني. تعال نشوف كده، عاطف فوق وإراكي تحت دخول، طلع لي الشاشة التانية وخفالي الشاشة الأولى. طيب كلام كويس. هبدأ أنا دلوقتي أدخل هنا، هبدأ أنا أدخل هنا القيم الحد الأدنى والحد الأقصى وأقول دوس على كلمة حساب ودوس على كلمة حساب. المفروض لما ادوس على كلمة حساب بالمثل طبعا مش راضي هو يعمل حاجة في الديزاين لان البرنامج شغال، لازم اوقف البرنامج الاول. انا عايز لما ادوس حساب يحمل لي الشاشة اللي هي فورم 3 دوت شو ويخفيه.
القيم بتاعي يخفي الشاشة بتاعتي، يبقى مي دوت هايد. طيب نيجي بقى في حتة الحساب دلوقتي. لو دخلنا، انا هحفظ البرنامج ده واجيب الحتة بتاعت الحساب من البرنامج التاني اللي كنا عاملينه قبل كده، لما كنا بندوس على الزرار كان بيبدأ يعمل لي الجزء ده، يظهر الداتا جريد ويكتب لي فيها الرقم ومربعه ويملاه لي. طيب ازاي هنعمل الكلام ده هناك؟ تعالوا نشوف مع بعض كده حضراتكم. انا هاجي في الشاشه الثالثه وانا بحملها هروح جاي حاطط بيست بي الكلام بتاعنا، بحيث ان هو هيظهر داتا جريد في 1 ويحط العمود الاول بس المشكله دلوقتي الحاليه ان الستارت تكست دوت تكست واللاست تكست دوت تكست ما بقوش مش معروفين عنده، لانهم مش واقعين معاه في نفس الفورم، واقعين في فورم تاني اسمها فورم 2. سهله جدا، هاجي هنا بدل ما اكتب له ستارت نم دوت تكست على طول، لا ده بص حضرتك هكتب ايه؟ هكتب فورم 2 دوت ستارت. يبقى انا بشير للتكست بوكس في الفورم اللي هو فيها، بشير للتكست بوكس في الفورم اللي هو واقع فيها، بحيث ان هو يبدا يظهرها لي على طول او يجيب لي القيمه بتاعتها من الفورم بتاعتي. يبقى من هنا طبعا واضح قدامنا ان انا ممكن استخدم كنترولز، ادوات موجوده في شاشه ثانيه. ازاي؟ عن طريق ان انا اكتب اسم الشاشه قبل الكنترول بتاعنا. تعالوا نشغل البرنامج ونشوف هيعمل ايه. قال لي دخل اسم المستخدم، اقول له عاطف ايراكي واعمل دخول. قال لي الحد الادنى بكام؟ هقول له من 2. الحد الاقصى بكام؟ هقول له 7. حساب، راح فاتح لي شاشه جديده ويظهر لي القيم بتاعتنا. طيب عايزين برضو لسه في حته برنامج ما انتهاش، لان زي ما شفنا في عده حاجات عايزين نعملها. اول حاجه الباسورد دي عايزين ما تكونش ظاهره للمستخدم. تعالوا ندوس مع بعض اف 4 كده. التكست بوكس في حاجه اسمها باسورد كاركتر، بدل ما يظهره لا يظهر لي كاركتر مكانه، هحط له استريك نجمه بحيث يظهر لي نجمه مكان الحرف اللي يتكتب هنا. دي اول حاجه. تاني حاجه بعد ما طلع لي الفورم 3 المفروض يكون في عندي زرار انهاء عشان انهي البرنامج بتاعنا، لان البرنامج كان ده انه شغال. هناخد زرار كوبي من هنا وهنحطه بيست وهنسميه، نغير التكست بتاعه نخليه انهاء. وبالضغط عليه مفروض ينهي برنامج، فهنقول له application.exit بحيث كده البرنامج بتاعنا يقدر ان هو يخرج ينهي البرنامج. تعالوا نشغل مع بعض ونشوف الحاجتين اللي احنا عملناهم. هنيجي هنا نكتب له، طبعا في حاجه ثالثه ممكن نعملها. واضح ان الفورم 1 جايه في متطرفه كده يمين وشمال، يفضل ان احنا بنيجي هنا في الفورم 1 وفي البروبرتيز بتاعتها في الفورم 1 على بعضها في الفورم 1 في حاجه اسمها ستارت بوزيشن، يفضل نخليها سنتر سكرين. نفس القصه الفورم 2 نخليها برضو سنتر سكرين، الفورم 3 برضو نخليها سنتر سكرين. تعالوا حضراتكم نحفظ ونشغل. ليش جت في النص؟ نكتب له قاطف فوق وإيراكي تحت. واضح طبعا ان إيراكي الباسورد مش ظاهر لحد، نقول له دخول. قال الحد الادنى بكام؟ 2. الحد الاقصى 10. حساب، راح مطلع لي الراجل الحسابات بتاعتنا، ممكن اخد كوبي وبيست لو عايز. خلصت، دوس انهاء، راح الراجل قافل البرنامج. طبعا كان ممكن ندوس انهاء او ندوس
ادخال من جديد يرجعني للشاشة التانية. يعني ممكن ندوس هنا بدل انهاء ادخال جديد، ادخال جديد هنخليه ان هو يظهر لي الفورم 2.show وme.hide. واضح ان البرنامج ده برنامج ظريف وكويس ان شاء الله. يبقى احنا كده قدرنا ان احنا نشوف المالتي فورم بروجرامز، البرامج متعدده الشاشات، في فرقين اتنين بسيط، ان انا ازاي اظهر شاشه من شاشه عن طريق اسم الفورم الثانيه دوت شو، ولو عايز اخفي الشاشه بتاعتي اقول له مي دوت هايد. وعرفنا ازاي ننادي المتغيرات اللي موجوده في الشاشه الثانيه عن طريق كتابه اسم الشاشه اولا. عايزين نبدا نستخدم المنيوز، القوائم، نفس البرنامج اللي فات ده عايزين نعمله بس باستخدام قوائم، بس باستخدام قوائم. هنعمل الكلام ده ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف حضراتكم. انا دلوقتي بدل ما انا، تعالوا نشوف مع بعض البرنامج، نكتب له هنا عاطف إيراكي دخول، هقول له من 2 ل 4 حساب، طلع ادخال جديد، من 2 ل 5 حساب، فانا عمال اغير انهاء. طب لو انا عايز بقى البرنامج بتاعي، لو انا عايز البرنامج بتاعي يبدا ما يكونش زراير تتناول بعضها، لا ده انا عايز شاشات. سهله جدا ان شاء الله. هنيجي نحط شاشه جديده. طبعا الشاشات مش هيبقى اسمها فورم 1 فورم 2 فورم 3، ده يبقى ليها اسماء ذات معنى. هنيجي نحط هنا شاشه جديده نيو ايتم ويندوز 4، وهنسميها منيو 4، بنكتب برضو اف ار ام. كويس، المنيو فورم دي عايزين نحط فيها منيو. لو جينا دخلنا في التول بوكس، مش في الكومن كنترولز بقى ولا في الداتا، هنلاقي في حاجه اسمها منيو اند تول بارز. في عندي منيو ستريب، هناخدها ونسحبها ونحطها هنا. نقدر دلوقتي نحط المنيو اللي احنا عايزينها. هنيجي نكتب هنا فايل، نكتب هنا edit، نكتب هنا view، حسب ما احنا عايزين. ممكن نكتب هنا data help. ده انا ممكن ارجع على فايل واكتب تحت new save as open، طلع open 4، print، exit، نفس القصة من قائمة edit، ممكن اعمل copy، cut، paste، ممكن من view اقول له zoom in، زوم اوت. من الداتا تعالوا نشوف البرنامج بتاعنا، هنقول له مين داتا ريزلتس، نعمل له ديليت. الهلب هنقول له اباوت. يبقى انا كده عملت برنامج، عملت منيو كويسة جدا وظريفة جدا. هنخلي الفورم 1 بدل ما كانت بتحمل الفورم 2 دوت شو، لا هتحمل لي شاشة تانية اللي هي منيو فورم دوت شو، ونلغي موضوع الفورم 2. تعالوا نشغل كده ونشوف. هنكتب اليوزر نيم
والباسورد اللي احنا قلنا عليهم قطف عراقي ودخول. جاب لي شاشه هي فايل نيو اوبن سيف اكزيت اديت فيو داتا، كل اللي احنا عايزينه كله منيو موجود، بس لسه ما بتعملش حاجه. عايزين نشوف بقى ازاي تعمل. تعالوا نشوف مثال بسيط. ادي المنيو فورم. الاكزيت دي احنا كنا من شويه عملنا اكزيت، هنيجي ندوس دبل كليك مش عليها، هندوس دبل كليك على الحته الرصاص اللي جنبها دي. طبعا البرنامج لسه شغال، مش ينفع نعمل في اي تعديل. كنا قلنا ان احنا لو عايزين نخرج هنقول له ابلكيشن دوت اكزيت. تعال كده نشوف دي هتشتغل مش هتشتغل. يعني البرنامج شغال اهو، هدي اليوزر نيم عاطف، الباسورد عراقي، اعمل دخول، فتح لي شاشه. طبعا دي محتاجه تتوسطا سهله. فايل اكزيت عمل ايه؟ خرج من البرنامج، خرج من البرنامج زي ما اتفقنا ان احنا على الفورم دي هننزل نعملها سنتر سكرين. طيب عايزين بقى نشوف، نشغل بس حاجه بسيطه جدا من قائمه داتا مين داتا. عايزين لما ندوس على مين داتا يحمل لنا مين؟ يحمل لنا فورم 2 دوت شو. مش هنخفي نفسنا بقى، انا موجود، هو لسه موجود. طيب كلام كويس. تعال نشوف، نرجع تاني ونشوف لما ندوس على ريزلت المفروض يحمل لنا مين؟ فورم 3 دوت شو. طيب محتاجين نرجع تاني في فورم 2 فورم 3 عشان نعدل الزراير، لان فورم 2 الحساب ده كان بيحمل فورم 3. لا انا مش عايزه يحمل فورم 3، انا عايزه يخفي نفسه وخلاص. نفس الكلام الفورم 3 كان فيها ادخال جديد وانهاء، لا هنلغي خالص ادخال جديد ده وهنخلي انهاء ديا تخفيه هو بس، تخفيه هو بس. يبقى مي دوت هايد. تعال نشغل البرنامج، هنكتب الشاشة الرئيسية عاطف عراقي دخول. طبعا اكزا طلعنا داتا مين داتا، قال لي انت عايز من كام لكام؟ اقول له من 2 ل 4 ل 5. حساب المفروض تبقى انهاء بقى مش حساب. طيب الداتا ريزلتس، راح مطلع الريزلتس انهاء. داتا مين داتا تاني، اكتب اللي انت عايزه 8. دي ريزلتس يطلع لي اللي انا عايزه. يبقى واضح جدا ان انا هنا قدرت ان انا اعمل برنامج له منيو، وكل منيو اما تنفذ امر او تفتح شاشه ثانيه وتجيب منها القيم بتاعتها. بكده نبقى عملنا برنامج له منيو وقوائم. نكتفي بهذا المقدار ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.